احنا موقع المندرة ده موقع إخباري عن الصعيد. الفكرة جات لي في أكتوبر 2010 لما كنت مشاركة في منحة خدتها في أمريكا لمدة شهرين تبع معهد صحفي اسمه معهد الصحافة الدولي World Press Institute. إن أنا شفت two news models قد إيه ناجحين في سان فرانسيسكو Bay Citizen وفي شيكاغو شيكاغو نيوز كوب. دول كانوا very hyper local, بيغطوا المنطقة بتاعتهم, منطقة صغيرة قوي في أمريكا, وفي نفس الوقت بيأكتوا أكنهم outsourcing, بيساعدوا الجرايد الكبيرة في تقليل نفقاتها والاعتماد عليهم كمصادر لتغطية المناطق دي. احنا 5 فريق العمل, 4 صحفيين وحد واحد بروجرامر. انا اسمي حنان, انا صاحبة الفكرة. انا صحفية فريلانسر وقعدت 5 سنين اشتغل في روزا اليوسف, بعدين استقلت ودلوقتي بشتغل على المشروع ده. في كمان سارة الشريف, هي فريلانس جورناليست وكانت بتشتغل في الأهرام. في عليا من جورنال الشروق, عبد السميع بيشتغل في الأخبار جورنال الأخبار وهو من الصعيد من هنا, ومعانا أحمد بروجرامر هو بيعمل لنا الويب سايت والاي تي مانجر بتاعنا. الجديد في الموقع ده ان هو كمان غير موقع الاعلام المحلي, واحنا ده بينقصنا جدا في مصر, ان هو غير هدف للربح. ان شاء الله يعني نامل ان احنا نكون يعني بنقدم نموذج كويس للاعلام المحلي المستقل والحر اللي يتم تكراره في محافظات اخرى زي الدلتا وسيناء كما اتمنى.